نعمان بلعياشي، مرحبا بك فنان في رمضان. مرحبا. انت والصيام مزيان احسن حاجه. انت والرياضه باقي ما جربت الصراحه. انت والتلفازه شويه ماشي بزاف. انت والغضب لا نهائيا رمضان لا. انت ومواقع التواصل هي قليله قللنا منها شويه مؤخرا. انت والكوزينه لا والو من انا والكوزينه بعد على بعضيات. انت والعائله ضروري رمضان هو العائله هو داك الشهر اللي كنحاولوا نتجمعوا فيه ونكونوا اونصومبل وزعما هادشي اللي كاين هذا هو الشهر اللي كنحاولوا اننا نتجمعوا ما نتفارقوش فيه. انت والسحور الله يسمح لينا ولا مخربق شويه ما كنعسوش كنبقاو حتى السحور كنسحروا عاد كنعسوا يعني مزيان. ايوا نعمان كيغلبك رمضان ولا كتغلبوا؟ نص نص ولكن احسن حاجه في رمضان هو الانسان كيرتاح و يعني كما قلت لك كنشوفوا العائله وكناكلوا الماكله ديال الدار ما كنسافروش بزاف ما كنديبلاصاوش بزاف هذا هو رمضان وبيان سور كنقربوا من الله اكثر وكنحاولوا اننا نديروا الحاجات اللي كيكونوا غايبين علينا في الايامات العاديه وصافي هادشي اللي كاين. كنبغيكم بزاف ورمضان مبارك سعيد باش ما كتمنوا ان شاء الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه والمغفره وكل ما كتمنوا.